الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في بيان عبودية عظيمة من عبودية القلب لله عز وجل، وهي عبودية الخوف، الخوف من الله سبحانه وتعالى. فإن هذه العبودية، عبودية الخوف، من أعظم العبادات وأجلها وأكبرها، عائدة على العبد في صلاح نفسه واستقامة أمره على طاعة الله عز وجل ومجانبته للمعاصي والذنوب وما يسخط الله سبحانه وتعالى. وتعد هذه العبادة، عبادة الخوف، من أجل العبادات وأشرفها وأعظمها شأنا وأجمعها أيضا لأنواع العبادة، لأن الخوف يترتب على وجوده في قلب العبد، خوفه من الله يترتب على وجوده في قلب العبد صلاحا في العبد وزكاء واستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. والخوف مع الحب والرجاء، هذه الثلاث يسميها أهل العلم أو يصفها أهل العلم بأنها أركان التعبد القلبية، أركان التعبد القلبية، أي أن كل عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن تكون قائمة على هذه الأركان الثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. قد جمعت في قوله سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. والمصنف رحمه الله عقد الترجمة بهذه الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، منبها بهذه الآية الكريمة على مقصود الترجمة، على مقصود الترجمة، وهو بيان عبودية الخوف ووجوب إخلاص الخوف لله عز وجل، وأن صرف الخوف الذي هو خوف السر، خوف العبودية، صرفه لغير الله سبحانه وتعالى منافي للتوحيد. ولهذا أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كتاب التوحيد. قول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان. إنما هذه أداة حصر، وقوله إنما ذلكم الشيطان هذا تحذير من الشيطان وشدة حرصه على إغواء الإنسان وسلوكه الطرائق المختلفة في إغواء الإنسان وصده عن دين الله. من ذلكم قوله تعالى: يخوف أولياءه، يخوف أولياءه، والمعنى أن يخوفكم بأولياءه،
يخوفكم بأوليائه يعني أعوانه وجنوده، يخوفكم بهم، يلقي في قلب الإنسان الوساوس التي تزرع في قلبه خوفا من أولياء الشيطان وأعوان الشيطان. وكم من أناس يعيشون مع هذا الخوف الذي ألقاه الشيطان في نفوسهم، فسبب لهم في حياتهم مشاكل كثيرة ومضار عظيمة وأخطار جسيمة. قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، أي يخوفكم بأوليائه. ماذا يجب على المسلم حيال ذلك؟ قال فلا تخافوهم، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولهذا مما ينصح به أن تتخذ هذه الآية دواء للنفس إذا كانت مصابة بشيء من هذه المخاوف التي يلقيها الشيطان، المخاوف التي يلقيها الشيطان في نفس الإنسان، بأن يوهمه، يلقي في قلبه الأوهام أن أعوان الشيطان وجنوده ذو بأس شديد وذو قوة وذو قدرة ويتمكنون من كذا ومن كذا، مما يورث في قلوب بعض الناس خوفا خوفا. فالله جل وعلا يقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وخافوني إن كنتم مؤمنين. قول إن كنتم مؤمنين جعل إخلاص الخوف لله، خافوني أي وحدي أخلصوا لي الخوف، جعل إخلاص الخوف لله عز وجل شرطا في الإيمان. قال إن كنتم مؤمنين فجعله شرطا في الإيمان، لأن الإيمان يقتضي إيثار الخوف من الله وتقديم الخوف من الله على الخوف من كل أحد كائنا من كان. ثم الخوف من الله عز وجل هو كغيره من عبوديات القلب مبني على حسن المعرفة بالله، على حسن المعرفة بالله، لأن من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. من كان بالله يعرف، كلما عظمت المعرفة بالله عظم الخوف من الله، وكلما ضعفت المعرفة بالله ضعف الخوف من الله. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء أي بالله وبأسمائه وصفاته وعظمته وأنه على كل شيء قدير. ابن عباس رضي الله عنهما قال في معنى الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي بأن الله على كل شيء قدير. هذه إن الله على كل شيء قدير يتفاوت الناس في العلم بها، وإن كان كل مسلم يقول إن الله على كل شيء قدير، لكن حقائق الإيمان وقوة اليقين والمعرفة بالتفاصيل هذا أمر يتفاوت فيها العباد، يتفاوتون فيه تفاوتا عظيما. المصنف رحمه الله مثل ما تقدم أورد هذه الترجمة تنبيها على هذه العبادة، عبادة الخوف، وأنها من أنواع العبادة، وأن الواجب أن تخلص لله سبحانه وتعالى، وأن صرفها لغير الله عز وجل شرك بالله، وأن صرفها لغير الله شرك بالله سبحانه وتعالى. وفيه كما قال المصنف ويأتي معنا في المسائل أن إخلاص الخوف لله سبحانه من الفرائض، أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. الخوف الذي عقدت له هذه الترجمة هو خوف السر، خوف السر، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. ومعنى هذا الخوف أن يخاف
غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، أن يخاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا خوف، هذا خوف هو خوف عبودية، ووقوعه من العبد شرك أكبر ناقل من ملة الإسلام، أن يخاف من غير الله من وثن أو ضريح أو غير ذلك من الأشياء، أن يصيبه بما يكره فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أما الخوف الطبيعي فليس من هذا الباب، الخوف الطبيعي خوف الإنسان من حية أو خوف من عقرب أو خوف من نار مشتعلة أو خوف من عدو. في الحديث كان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما، إذا خاف قوما، هذا خوف طبيعي، إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. وفي القرآن قال الله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى، هذا خوف طبيعي، هذا خوف طبيعي لا علاقة له بهذا الباب، وإنما المقصود بالباب خوف السر، فهذا عبودية لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا الخوف كما تقدم له أثره العظيم على العبد في استقامته على الطاعة، هذا الخوف له أثره العظيم على العبد في استقامته على الطاعة، فهذا الخوف كما قال العلماء سوط يسوق المتواني ويقوم الأعوج ويرد الشارد، ويرد الشارد. نعم. قال رحمه الله: وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآية: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. في الآية التي قبلها قال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، ثم بيّن في هذه الآية العمارة الحقيقية لبيوت الله، العمارة الحقيقية لبيوت الله، وبعدها قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، أي العمارة الحسية، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. فالعمارة الحقيقية بينت، العمارة الحقيقية لبيوت الله بينت في هذه الآية وحددت فيها معالمها، قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، هذا أصل، أصل عظيم ينبني عليه العمارة أو تنبني عليه العمارة الحقيقية لبيوت الله سبحانه، الإيمان بالله واليوم الآخر. في الآية التي قبلها قال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، الكفر محبط للعمل، محبط للعمل كله برمته، والعمارة الحقيقية لبيوت الله سبحانه وتعالى إنما تكون قائمة على الإيمان بالله، لأنه هو المقصود بالعمل، المتقرب إليه بالعمل، الذي بنيت المساجد لإقامة ذكر الله وتعظيم الله والذل والخضوع له سبحانه وتعالى. واليوم الآخر يوم الجزاء على العمل والثواب والعقاب. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وأقام الصلاة أي المفروضة التي كتبها الله على العباد، وأدى الزكاة الواجبة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد. قال ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله، هذا من أساليب الحصر، أي أخلصوا خشيتهم لله، جعلوها خالصة لله، لم يجعلوا مع الله سبحانه وتعالى شريكا. والخشية هي المخافة، المخافة والهيبة التي تنبني عليها
العبادة، بل هي أساس تقوم عليه العبادات كلها. وإرادة المصنف لهذه الآية في الترجمة من أجل قوله تعالى ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله، فهذا فيه التوحيد، توحيد الخوف وإخلاص الخوف لله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا في تمام الآية فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ما المعنى؟ أي وأولئك هم المهتدون، هذا معناها عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، أي أولئك هم المهتدون. لأن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كل عسى في القرآن فهي واجبة يعني متحققة، فقوله عسى أن يكونوا أولئك، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، معناها أولئك هم المهتدون، أولئك هم المهتدون، هذه الهداية الحقيقية. انتبه إلى أمر عظيم في باب الهداية، وهو ارتباط الهداية بماذا؟ بالمساجد وعمارتها، العمارة الحقيقية. نعم. قال رحمه الله وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله سبحانه ومن الناس، أي بعض الناس، من يقول آمنا بالله، من يقول آمنا بالله، أي يدعي الإيمان بلسانه ولم تباشر حقيقة الإيمان من قلبه وتتمكن من قلبه وتثبت في قلبه. ومن الناس من يقول آمنا بالله، هذا الصنف من الناس عند الابتلاء، عند الامتحان يرتد والعياذ بالله، يصيبه النكوص على العقبين. ولهذا يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، في الله أي من أجل الله، من أجل الله، من أجل استقامته على طاعة الله، من أجل عمله بما يرضي الله، إذا أوذي في الله أي من أجل الله سبحانه وتعالى، أصابته فتنة، محنة، ابتلاء، أشياء من هذا القبيل، نكص على عقبيه، ربما ارتد عن الإسلام. قال فإذا أوذي في الله، قال ابن عباس يعني ففتنة، أصابته فتنة أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل فتنة الناس أي ما يناله من الأذى، ما يناله من الأذى من جهة الناس كعذاب الله، أي عذاب الله يوم القيامة. ماذا يقارن أذى ساعة مع عذاب مؤبد وعذاب عظيم يوم القيامة؟ قال فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يكون فر من عذابهم بالذي صنع إلى أين؟ فر من عذابهم إلى عذاب الله، فكان كالمستجير من الرمضاء بالنار، أو نعم كالمستجير من الرمضاء بالنار، وكالفار من ألم ساعة إلى ألم مؤبد دائم. في الآية وجوب إخلاص الخوف لله، وأن هذا الإخلاص تتبين حاله في الناس في الفتن والشدائد والمخاوف، ولهذا يحتاج العبد إلى هذا الباب حاجة عظيمة حتى يخلص خوفه لله، واحتاج إلى أن يعتني بهذه الآية التي ترجم بها المصنف إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. من أخلص خوفه لله وجعل فراره لله نجاه الله من كل شدة، وسلمه سبحانه وتعالى من كل كرب. نعم. قال رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله،
إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ضعف اليقين. اليقين هو كمال العلم بالله، اليقين هو كمال العلم بالله، زوال الشك وانتفاء الريب من القلب، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. معنى لم يرتابوا أي أيقنوا، تمكن اليقين من قلوبهم. فاليقين هو زوال الشك، زوال الريب، كما قال الله: ثم لم يرتابوا. قال: إن من ضعف اليقين. اليقين من الإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن في هذا الحديث أن اليقين ماذا؟ يضعف. إذن في هذا دلالة كما قال أهل العلم أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. قال: إن من ضعف اليقين. ضعف هذه فيها لغتان، بضم الضاء ضعف وبفتحها ضعف، فعند قريش في لغة قريش بالضم يقولون ضعف ما يقولون ضعف، وعند تميم يقولون ضعف، وهما لغتان، وهما أيضا قراءتان من القراءات العشرية في قوله: الله الذي خلقكم من ضعف، أكثر القراء من ضعف، وبعضهم قرأها ضعفا، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا. ففيها بالضم، ضم الضاء وبفتحها، وهو يراد به الضعف أو الضعف ضد القوة، الضعف ضد القوة والصحة. قال: إن من ضعف اليقين أو من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. الآن انتبه، الحديث فيه علامات، الحديث مشتمل على ماذا؟ على علامات يعرف المرء من خلالها يعرف نفسه هل يقينه قوي أو ضعيف، علامات يكتشف فيها نفسه يعرف هل يقينه قوي أو ضعيف. العلامة الأولى قال: أن ترضي الناس بسخط الله. إذا كان الإنسان في المواقف التي تمر عليه يلتمس رضا الناس في أمور يعلم أنها تسخط الله عز وجل، فهذه علامة على ماذا؟ على ضعف اليقين في قلبه، هذه علامة على ضعف اليقين بالله في قلبه. بمعنى لو كان اليقين بالله قويا لما فعل ذلك، لا يرضي الناس في أمر يسخط الله سبحانه وتعالى. إذا ضعف يقينه بالله سبحانه وتعالى لم يبالي يرضيهم ولو سخط الله عليه، هذا من ضعف اليقين، هذه العلامة الأولى. قال صلوات الله وسلامه عليه: وأن تحمدهم على رزق الله، أي تشكرهم على ما وصل إليك إليك بأيديهم أو من خلالهم أو بواسطتهم، تحمدهم على رزق الله، رزق الله لك ونعمة الله سبحانه وتعالى عليك، لأن المتفضل الحقيقي عليك وعلى من أعطاك هو الله، المتفضل الحقيقي عليك وعلى من أوصل لك الحاجة التي وصلت إليك هو الله سبحانه وتعالى، هو المتفضل بي النعم، لأنه هو الذي قدرها لك وهو الذي يسرها أيضا لمن أوصلها إليك. وإذا أراد أمرا هيأ أسبابه سبحانه وتعالى. هذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لأن شكر الناس ما هو حقيقته؟ إما أن تكافئهم، من أسدى إليكم
ما صنع إليكم معروفا فماذا؟ فكافئوه، شكرهم أن تكافئهم أو ماذا؟ أو تدعو لهم، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، هذا شكر الناس، أن تكافئه أو تدعو له. أما النعمة تنسب إلى من؟ تنسب إلى المنعم المتفضل، يحمد الله سبحانه وتعالى عليها جل في علاه. قال وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، شيء لم يقدره الله لك ولم يكتبه لك، طلبته أن يصلك على أيديهم فما أعطوك، لا تذمهم على ما لم يؤتك الله، أي على ما لم يقدره الله سبحانه وتعالى لك. قال إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، إن كان الله كتب الرزق للعبد وصل إليه لا محالة، وإن لم يكتبه للعبد لم يصل إليه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فهذا فيه أن كل شيء بقضائه وقدره سبحانه وتعالى، وأنه لا يكون إلا ما قدره سبحانه وتعالى وقضاه. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فيه أن الواجب على العبد أن يكون دائما وأبدا طالبا رضا الله عنه، طالبا رضا الله عنه، ملتمسا رضا الله سبحانه وتعالى ولو سخط عليه الناس. وقلوب الناس بيد الله، ولهذا في الحديث يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أرضى عنه الناس قلوب الناس بأيديه، قلوب الناس بيده سبحانه وتعالى، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فمن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله كانت عقوبته أن يعامل بنقيض قصده، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الناس الذين يطلب رضاهم سيسخطهم رب العالمين، يسخطهم رب العالمين عليه. هذا من اشتمل هذا الحديث على فقه عظيم في دين الله عز وجل وفي باب التعامل مع الناس، وأن الواجب على العبد دائما وأبدا أن يكون ملتمسا وطالبا لرضا الله سبحانه وتعالى، والله يتولاه بتوفيقه وعونه وتسديده سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية آل عمران. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية آل عمران، قول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم. قال رحمه الله: الثانية: تفسير آية براءة. آية براءة، قول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. ففي هذه الآية إفراد الله عز وجل وحده بالخشية وإخلاصها لله سبحانه. نعم. قال رحمه الله: الثالثة: تفسير آية العنكبوت. ثم هذه الآية الثالثة، آية العنكبوت، هي قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله
ومن الناس من يقول آمنا بالله. عرفنا آمنا بالله أي بلسانه، لكن لم يتمكن تتمكن حقيقة الإيمان من قلبه، وهذا يتبين عند الفتنة. فإذا أوذي في الله، يعني حصلت له فتنة، فتنة من قبل الناس، أذى أو نحو ذلك، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله، فيترك الواجب عليه الذي أوجبه الله عليه من أجل من؟ من أجل الناس، لأنه جعل فتنتهم كعذاب الله، وعذاب الله عز وجل أشد وأبقى. نعم. قال رحمه الله: الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. أن اليقين يضعف ويقوى، لأن مر معنا في الحديث إن من ضعف اليقين، هذا نص، هذا نص أن اليقين يضعف. وإذا ثبتت إذا ثبت الضعف ثبتت القوة، لأن إذا كان يضعف ضعفه كان عن ماذا؟ الضعف كان عن قوة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جاء ثم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا. فثبوت الضعف الحديث يدل على ثبوت القوة. الضعف منطوق الحديث والقوة مفهوم الحديث. نعم. قال رحمه الله: الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث. علامة ضعف اليقين، علامة ضعف اليقين هذه، يعني هناك علامات، لكن الحديث ذكر فيه ماذا؟ ثلاث علامات. الحديث ذكر فيه ثلاث علامات: الأولى أن ترضي الناس بسخط الله، والثانية أن تحمدهم على رزق الله، والثالثة أن تذمهم على ما لم يؤتك الله. فهذه ثلاث علامات، إن وجدت في العبد أو وجد فيه بعضها دل على ضعف اليقين في قلبه. نعم. قال رحمه الله: السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. نعم، هذا مستفاد من قوله: وخافوني إن كنتم مؤمنين، لأن جعل إفراده بالخوف سبحانه شرطا في ماذا؟ في الإيمان. فهذا يدل على أنه من الفرائض. قال رحمه الله: السابعة ذكر ثواب من فعله. ذكر ثواب من فعله أن ذلك موجب رضا الله عنه، هذا موجب لرضا الله عنه، سبب لرضا الله عنه. نعم. قال رحمه الله: الثامنة ذكر عقاب من تركه. نعم، عقاب من تركه أنه موجب لسخط الله وسبب لسخط الله. والفائدة السابعة والثامنة مستفادة من حديث عائشة الأخير. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان عبودية عظيمة من عبودية القلب، وهي عبودية التوكل، عبودية التوكل على الله. ولهذا فإن التوكل يعد عملا من أعمال القلوب، التوكل يعد عملا من أعمال القلوب، بل هو من أجل أعمال القلوب وأعظمها شأنا. والتوكل هو الاعتماد والتفويض، اعتماد القلب على الله وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى، وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى، وأفوض أمري إلى الله. هذا هو التوكل، أن يفوض المرء أمره إلى الله، أن يكون معتمدا في قلبه على الله عز وجل في جلب المصالح وفي درء المفاسد، في جلب المصالح وفي درء المفاسد. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عليه يتوكل المتوكلون، أي في جلب المصالح ودرء المفاسد.
فالتوكل هو اعتماد القلب على الله وتفويض الأمر إليه في مصالح العبد كلها الدينية والدنيوية. ولهذا فإن التوكل يصاحب المسلم مصاحبة تامة، التوكل يصاحب المؤمن مصاحبة تامة في كل مصالحه الدينية والدنيوية. الصلاة تحتاج إلى توكل، والصيام يحتاج إلى توكل، والحج يحتاج إلى توكل، والصدقات تحتاج إلى توكل، أعمال الإنسان الدنيوية وجميع حاجاته الدنيوية يحتاج في كل ذلك إلى توكل. ولهذا شرع للمسلم في كل مرة يخرج فيها من بيته أن يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، في كل مرة يخرج من بيته في أي مصلحة دينية أو دنيوية يخرج متوكلا على الله سبحانه وتعالى. فالمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان أن التوكل عبادة وأنه فريضة وأن الواجب أن يخلص لله سبحانه وتعالى. وقول الله عز وجل في الآية الكريمة التي ترجم بها المصنف وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذا أسلوب من أساليب الحصر في لغة العرب، لأن أصل الجملة ماذا؟ توكلوا على الله، هذا أصلها توكلوا على الله، لكن قدم المعمول على العامل قال وعلى الله فتوكلوا، قدم المعمول على العامل فأفاد الحصر. مثل قوله إياك نعبد، أصلها نعبدك وإياك نستعين نستعين بك، قدم المعمول على العامل فأفاد الحصر، إياك نستعين أي بك وحدك، وإياك نعبد أي نعبدك وحدك. فهذا من أساليب الحصر، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين، قوله إن كنتم مؤمنين هذا جعل التوكل على الله عز وجل شرطا في ماذا؟ في الإيمان. جعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، كما جعله أيضا في شرطا في الإسلام، الإيمان العقيدة والإسلام العمل، كما جعله شرطا في الإسلام. قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وهنا في الآية قال إن كنتم مؤمنين، فجعله شرطا في الإيمان وشرطا في الإسلام، جعله شرطا في الإيمان وشرطا في الإسلام، فدل على انتفاء الإيمان والإسلام بانتفاء التوكل، دل على انتفاء الإيمان والإسلام بانتفاء التوكل. نعم. قال رحمه الله وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت أي خافت، وجلت قلوبهم أي خافت قلوبهم. وهذا فيها ذكر صفات المؤمنين الكمل، ذكر صفات المؤمنين الكمل الذين كملوا إيمانهم، كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك الذين كملوا الإيمان، كملوا الإيمان. فمن صفات المؤمنين الكمل أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني يحدث لقلوبهم خوف ووجل عند ذكر الله سبحانه وتعالى. قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا يدل على أن وجل القلب من العبادة، وأن زيادة الإيمان بتلاوة آيات الله عز وجل هذا من صفات المؤمنين الكمل، وأن من صفاتهم أنهم على ربهم يتوكلون، وهذا موضع الشاهد من الآية، وأن من صفاتهم أنهم على ربهم يتوكلون أي يعتمدون في أمورهم كلها
على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقوله يا أيها النبي حسبك الله الآية. وقوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله وحده كافيك وكافي من اتبعك، الله وحده كافيك وكافي من اتبعك، والحسب هو الكافي. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. وإذا كان الله عز وجل تولى كفاية عبده نجاه الله عز وجل من كل شدة وكرب وسلمه من كل مخوف. نعم. قال رحمه الله: وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه أي كافيه. والآن في الآية عمل وثواب، العمل التوكل والثواب ما هو؟ جعل ثواب التوكل عليه كفايته نفسه سبحانه وتعالى لعبده، جعل جزاء هذا العمل كفايته سبحانه وتعالى لعبده من كل ما يخشاه أو كل ما يخافه. ومن صح توكله على الله وقوي يقينه بالله نجاه الله عز وجل ولو كادته السماوات والأرض ومن فيهن، لجعل الله له مخرجا ويسر له الأمر من حيث لا يحتسب. نعم. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية، رواه البخاري. ثم ختم بهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اجتمع في هذه الفائدة العظيمة خليل الرحمن إبراهيم ومحمد عليهما صلوات الله وسلامه في قول هذه الكلمة العظيمة في الشدة وفي الأمر الشديد الذي يخافها العبد، وأنها منجات للعبد هذه الكلمة، منجات له. إبراهيم عليه السلام قالها حين ألقي في النار، أوقدت نار عظيمة جدا حتى إنهم لما أرادوا إلقاءه فيها ما استطاعوا من شدة حرها، ما استطاعوا أن يقتربوا منها، أوقدوا نار عظيمة جدا، فما وجدوا حلا إلا أن يقذف بمنجنيق يرمى إلى النار من مسافة بعيدة. فقالها حين ألقي في النار، فقال الله عز وجل لتلك النار العظيمة الشديدة: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فصارت بردا وسلاما عليه، ما أصابه شيء ولم ينله أذى، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالها محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه لما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم، المقصود بالناس كفار قريش، وهذا كان بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد، بعد منصرفهم من أحد مر ركب بأبي سفيان، فقال أبو سفيان لذلك الوفد: إذا وصلتم إلى محمد فأعلموه أن جمعنا لهم لنستأصلهم استئصالا تاما، لنستأصلهم، أبلغوا محمدا ذلك. فهذا تخويف وإرجاف وإرهاب. فجاء الوفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروهم بذلك، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس:
إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. اتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فإذا هذه عظيمة جدا في باب التوكل، هذه الكلمة عظيمة جدا في باب التوكل، الباب باب التوكل. والكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، ماذا تكون هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل؟ كلمة توكل، هذه الكلمة كلمة توكل. متى يستحب أن يقولها المرء؟ متى يستحب أن يقولها المرء؟ يستحب أن يقولها في جلب النعماء وفي دفع الشدة والبلاء في الأمرين، والقرآن دل على ذلك، تقال هذه الكلمة في جلب النعماء وتقال أيضا في دفع الشدة والبلاء. دفع الشدة والبلاء مثل هذه الآية، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي جلب النعماء، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، قالوا حسبنا الله، هنا متى قيلت؟ في جلب نعماء، فقيلت هنا في هذا المقام في مقام جلب النعماء، وفي الآية الأولى قيلت في مقام ماذا؟ دفع الضر والبلاء. وفي القرآن آية جمعت الأمرين معا، آية جمعت الأمرين معا، وهي قولها وقد تقدمت قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله، قلها في ماذا؟ عائد إلى الأمرين، دفع الضر وجلب النعمة والرحمة. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، وقوله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون هذا دليل على أن هذه الكلمة حسبي الله ونعم الوكيل كلمة توكل، كلمة توكل. كثير من الناس لا يفهم هذا المعنى لهذه الكلمة، ولهذا يخطئون في استعمالها، وربما بعضهم أيضا يحرف لفظها ولا يقولها كما وردت حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني بعضهم يقول حسبي الله على فلان، حسبي الله على فلان، قلها كما جاءت حسبنا الله ونعم الوكيل، في فيما تخاف منه في الأذى في الشدة، وقلها أيضا في طلب الخير والفضل والنعمة. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى أن التوكل من الفرائض. قال في مسائل، الأولى أن التوكل من الفرائض، لأن الله أمر به، مرت مع الآية قال وعلى الله فتوكل، وهذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. نعم. قال رحمه الله الثانية أنه من شروط الإيمان. نعم، أنه من شروط الإيمان، أي أن الله جعله شرطا في الإيمان في قوله إن كنتم مؤمنين، كنتم مؤمنين، وأيضا جعله شرطا في الإسلام في الآية الأخرى إن كنتم مسلمين. نعم. قال رحمه الله تفسير آية الأنفال. تفسير آية الأنفال أي قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذا موضع الشاهد من الآية. نعم. قال رحمه الله الرابعة تفسير الآية في آخرها. تفسير الآية في آخرها يعني في آخر الأنفال، تفسير الآية في آخرها أي في آخر سورة الأنفال، يقصد قول الله يا أيها النبي حسبك الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله كافيك وكافي أتباعك. نعم. قال رحمه الله الخامسة تفسير آية الطلاق. الخامسة تفسير آية الطلاق، قول الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. نعم. قال رحمه الله السادسة عظم شأن هذه الكلمة.
عظم شأن هذه الكلمة أي حسبنا الله ونعم الوكيل، وقد قالها إبراهيم الخليل عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وحسبنا الله ونعم الوكيل تقدم معناها أي كافينا، كحسبنا الله أي كافينا، ونعم الوكيل أي نعم من توكل عليه واعتمد عليه. بهذا أنهى رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذه ال نعم باقي مسألة واحدة نعم تفضل. قال السابعة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم في الشدائد. نعم، أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد، أي فينبغي على أتباعهما وأتباع الأنبياء أن يكونوا كذلك مباشرة في الشدائد، يجري المرء على لسانه حسبنا الله ونعم الوكيل مع يقين في القلب بالله عز وجل، يقين بالقلب أن الله كافي وأن الله عز وجل يصرف عنه، وأنه كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.